كاستات شيخ الولايتي. خلينا على الجانب الوظيفي افضل. حياك الله. حياك الله. استاذ حيدر، بالتاكيد اتحاد جمعيات الفلاحيه هو جزء لا يتجزأ من الدوائر القطاعيه بما فيها وزاره الزراعه، وزاره الموارد المائيه، كان لها دور كبير جدا خلال السنوات السابقه وتحديدا خلال هذا العام. العراق كما تعرف هو مر بظروف كبيره، يعني تظاهر احتجاجات شعبيه واخرها هو جائحه كورونا. هناك اجراءات للحكومه العراقيه الجديده متمثله بسيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي باعاده السيطره على المنافذ الحدوديه. مشكله المنافذ انتم تحدثتم بها كثيرا، هو بسبب دخول المستورد من المحاصيل الزراعيه. هنا سؤال، هل باعتقادكم هذه الاجراءات سوف تحد من عمليه دخول المحاصيل الزراعيه؟ هل سيكون الفلاح العراقي بمأمن من عدم دخول مستورد اجنبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انه هذه الاجراءات بشكل عام هي نراها كاتحاد جمعيات فلاحيه اجراءات غير كافيه. باعتبار انه المنافذ اللي واقعه تحت سيطره الحكومه المركزيه هي سابقا والان تحت مراقبه الجهات القطاعيه، اتحاد جمعيات فلاحيه، وزاره الزراعه من خلال وجود الحجر الزراعي في هذه المنافذ. احنا كان ولا زالت مشكلتنا في المنافذ الحكوميه اللي واقعه خارج سيطره الحكومه المركزيه. اذا لم يتم السيطره على هذه المنافذ اللي هي موجوده في اقليم كردستان، وللاسف الشديد انه هنالك نوعين من هذه المنافذ، النوع الاول النوع الرسمي اللي معترف به، والنوع الاخر مسيطر عليه من قبل الاحزاب. يعني هذه المنافذ اللي موجوده وعددها طبعا 16، وهذا التصريح من رئيس هيئه المنافذ الحدوديه ابلغني به شخصيا. وكان انه هذه المنافذ ال 16 غير ملتزمه بالتعليمات الصحيه وما شابه ذلك، وبالنتيجه به مردود سلبي على الاقتصاد وعلى الصحه. مو تعليمات صحيه، حتى المورد ما بيها هي وغير رسميه، حتى مورد للدوله وخزينه الدوله ما اضافه الاضرار الاخرى اللي منها يعني منها دخول المستورد. طبعا مو بس هذا، احنا اليوم للاسف نشوف انه اصبح مثل المنافسه بين المنافذ الحدوديه على انه تقوم المنافذ الحدوديه في اقليم كردستان لجذب المصدرين او الموردين الى العراق من خلال منافذهم، حتى يكون المردود الاقتصادي ينعكس على الاقليم فقط. شلون جذبه يعني يقلل؟ جذبه يعني لا لا، هي مو تقليل، مجرد انه احنا تعرف انه وزاره الزراعه تصدر الرزنامه الزراعيه اللي تحدد بها المواد الزراعيه اللي بها كثافه للانتاج المحلي حتى نمنح. وهي دوريه؟ هاي دوريه طبعا، واكو فيها موسميه واكو دائميه. الاقليم ما يلتزمون بهذا الرزنامه الزراعيه، فبالنتيجه اليوم اللي يحب، وتعرف اليوم اكو اختلاف عملات بيننا وبين الدول الجوار اولا، ثانيا هنالك غسيل اموال من خلال المنتج الزراعي، فيستهدفون الاستيراد من خلال منافذنا، اكيد راح يكون ممنوعه ملتزمه بالرزنامه الزراعيه، يتجهون لاقليم كردستان يكون مرحب بهم للاسف الشديد. خارض الدخول، انا ما افوت بالامور الفنيه اللي بالمنافذ، لكن انت يعني بالتالي انت يعني انا وياك مواطنين بهذا الشان. الخارطه اللي تفوت منها هذه المستورد من الاقليم ودخولنا الى بغداد، هاي المحافظات اللي بيها سيطرات اللي بي ما صار عندكم اتصال ويا المحافظين ويا عمليات بغداد، عمليات صلاح الدين الى اخره، ما صار اتصال انه يابا هاي ترى غير مرخصه او تلقوا لنا اليه بالحد من هذا المستورد الجاي من اقليم كردستان؟ يعني احنا عندنا مشكله دائما للاخوه في اقليم كردستان، اي ماده نحاول نضغط عليها من خلال السيطرات او الجهات الامنيه يتحججون على انه هذا منتج في اقليم كردستان، وطبعا هذا غير صحيح. تبقى مشكله انه اليوم هذه المسؤوليه مو كلها لمديريه عامه في وزاره الداخليه اللي هي الجريمه المنظمه. الاخوه في الجريمه المنظمه مو اختصاصهم يشخصون الطماطم المستورده من الطماطم المحليه، يعني صعب عليهم. لا شلون هيعرفوا؟ ما راح يعرفوا، هاي وين احنا. ولذلك ذكرت اكثر من مره انه احنا طلبنا من الامانه العامه لمجلس الوزراء تشكيل لجنه رباعيه متكونه من الداخليه والزراعه والجمعيات الفلاحيه والامن الوطني، باعتبار انه الجهات القطاعيه، الجمعيات الفلاحيه ووزاره الزراعه اهل اختصاص بالموضوع وممكن يميز بين المستورد وبين غيره، والجهات الامنيه هي تشارك بعمليه الضبط وما شابه ذلك. احنا حقيقه وزاره الزراعه ابدت مساعدتها بهذا الاتجاه، لكن وزاره الداخليه والامن الوطني لحد الان ما يعني هذا احكي لك ما يعني خلال 3 سنوات مو يوم يومين. فبحجه انه اليوم اكو انتاج بالاقليم، طبعا اكو اتفاق قريبا حدث بين وزاره الزراعه في اقليم كردستان ووزاره الزراعه العراقيه على انه تحديد
كميات الانتاج من المنتجات ونوعياتها في الاقليم حتى نقدر احنا نحاسب بالسيطرات. مع دعواتنا احنا باعتبارنا منتجين محليين، مع دعواتنا على ان يتم القطع يكون انتاج اقليم كردستان لاقليم كردستان، احنا نتعهد انه ما نصدر لاقليم كردستان على انه يكون منتج وحاجتهم من الاستيراد خلي يستوردوها. بس انت ما تستورد اليوم انتاج الطماطم عندي بالبصره يوصل يومين الى ما يقارب او بالضبط يعني يوصل الى 8000 طن، يعني يفيض عن حاجه الاستهلاك الوطني. ترجع انت تدخل الطماطم القاها في البصره تنباع باسعار بخيسه. وطبعا سالي سرانه مو من دعاتي انه اصعد السعر حتى قسم من الاخوان يعلقون انه الفقير وما شابه ذلك، لا، احنا اليوم مع ضبط المنافذ وايضا مع تحديد الاسعار، وكانت لنا تجربه مع الوزير السابق في بدايه جائحه كورونا بعد ان غلقت المنافذ الحدوديه بشكل تام تخوفا من الناس من موضوع الجائحه، ارتفعت عندنا اسعار الطماطم في البصره، تدخلت بشكل شخصي ونزلنا مع وزير الزراعه السابق ونزلنا السعر وحكمناه ب 10000. انا حتى ما اعبر هاي ملف جائحه كورونا واللي كان شاهد كان دليل بانه العراق هو قادر على استيعاب كل مواطنيه من المستهلكين من خلال توفير المحاصيل الزراعيه، يعني ما دخل مستورد ولمده اكثر من شهر ما شفنا نقص بالاسواق من المحاصيل الزراعيه بمختلف انواع الفواكه. ما حصل فد خلل، هذا دليل بان العراق اليوم قادر على ان يكون هو مورد للحكومه. هاي الحاله وهاي الفقره ما قدرتوا تدافعون عنكم بشكل كبير انه يابا انت شوف هذا كانت تجربه، ما دخلنا المستورد شوف احنا غطينا السوق. صار ايسر هو يعني انت حقيقه من خلال عملي بالاحتكاك مع كافه الدوائر الامنيه والزراعيه باتجاه موضوع حمايه المنتج المحلي والامن الغذائي. فعلا الفلاح العراقي استطاع ان يوفر السله الغذائيه اليوميه للفلاح العراقي وكان قادر ومع ضبط الاسعار، وقد يكون استغلوا اول يوم او يومين استغلوا مثل ما حكيت لك قسم من المتلاعبين، لكن سيطرنا وضبطنا الاسعار وكانت اسعار منخفضه. المشكله انه اي مسؤول تروح تتوجه له تتحدث يا بهذا الصدد هو يتحدث نفس اللغه اللي تتحدث بها، لكن تحس انه كله تشتكي. يعني انت اليوم احنا وين مشكلتنا صار يسار؟ من ينفذ القانون؟ من يطبق القانون؟ قوانين موجوده، قوانين حلوه وتخدم الفلاح، بس من يطبق هاي القوانين؟ وزاره الجمعيات الفلاحيه وخمس وجهات اكيد فيه. طبعا يعني شوف استاذ احنا فقدنا وللاسف الشديد يعني بعد ان تغير الدستور العراقي بعد 2003 فقدنا صلاحيه مهمه جدا اللي هي كانت لدى رئيس الوحده الاداريه مدير ناحيه قيم مقام محافظ كانت عنده صلاحيه قاضي بداءه، بمعناها انه كان ممكن ان يحاسب المتجاوز مو فقط بالاسعار، المتجاوز بالاسعار، المتجاوز على الحصه المائيه، المتجاوز في الاسواق، كانت عندها صلاحيه الدستور، وفي بمعنى انه حمايه الحريات الشخصيه رفعوا هاي الصلاحيه من رئيس الوحده الاداريه. المتطلب اليوم شنو حتى نسوي حتى احمي؟ اليوم انا اذا مواطن اروح القى كيلو الطماطم او كيلو الخيار مرتفع 500 دينار، المفترض من عندي انه اروح للمحكمه اقدم طلب للمركز، والمركز الحين للقاضي والقاضي رجع في الدوره يعني بالنتيجه يعزف المواطن حتى وان كان عنده حرس وطني، يعزف عن تقديم مثل هذه القضايا على مود فارق سعري بسيط، وبالنتيجه ضررنا لهذا السبب. طيب انا بدي اروح ملف ايضا قريب على هذا الموضوع اللي هو المنافذ، وصارت اكثر من مرحله بانه امكانيات غلق الحدود وحمايه المنتج، لكن طيلة السنوات السابقة ايش قد أثر هذا على الفلاح دخول المستورد؟ يعني ايش قد أثر على أرضه؟ ايش قد أثر على المستوى الاقتصادي؟ ايش قد أثر على زراعة المحاصيل العراقية؟ ايش قد أثر دخول المستورد على الفلاح العراقي تحديدا؟ مو أحكي يعني على السوق. يعني بالنسبة للتناسب أحكي لك أنه اليوم احنا ضررنا تتجاوز 70% من جراء هذا الموضوع، شلون يعني تحسبه؟ احنا عندنا اربع محاصيل رئيسيه تستلمها الدوله او الدوله مسؤوله عن تسويقها من الفلاح اللي هي الحنطه، شعير، ذره صفراء والشلم. لولا ذن الاربع محاصيل ملتزمتهم الدوله لكان الفلاح عزف تماما عن زراعه ارض ما يزرع ايش؟ اي لان بالنتيجه انت تنزل اليوم احكي لك عن قضيه انه صندوق الطماطم اللي هو 32 كيلو ينباع ب 1500 دينار. يعني شلون ما واحد يريد يحسبها انه يعني تريد تبتعد عن غاز النقل؟ اريد ابتعد انا هسه كممثل للفلاحين، اريد ابتعد عن نظريه المؤامره تجاه القطاع الزراعي، ما ممكن عقلي يتقبلها.
يعني اليوم انا طماطه مصريه او طماطه ايرانيه مع النقل مع المسافه اللي موجوده، وبالنتيجه تجي والقاها اقل من 300 دينار بالسوق العراقيه، فشيء ما يستوعب العقل، فبالنتيجه ضررنا بنسبه 70% او اعلى من هذه النسبه لولا المحاصيل الاربعه لكان الفلاح عزف. رغم هذا، رغم هاي الخسائر، انا سمعت اكثر حتى من فلاحين واكثر انت سامحها، رغم هاي الخسائر اللي دي يتعرضها الفلاح العراقي، بس هو بقى مستمر بزراعته من القطع. اعتمد بشكل اساسي على علاقه الفلاح بارضه. دائما الفلاح يعتبر هذه الارض ملك له ولاجداده، ويعتبر تاريخه ويعتبر ما فرط بيها، ولذلك للاسف يعني لجأوا اغلب اخواننا الفلاحين لتعيين ابنائهم في القوات الامنيه، وطبعا هذا ما يتمنونه الفلاحين، وبالنتيجه نافس ابن المدينه على الوظيفه. المفروض كان احنا كحكومه عراقيه كحكومات سابقه المفروض نهتم بتوطين الفلاح بارضه. في فتره من الفترات بعد ان صار نسبه دعم بدا الفلاح يهاجر الهجره العكسيه من المدينه الى الريف، هذا شيء كان محبب لدى الفلاح، لكن ظل هذه المشاكل اليوم وعدم دفع مستحقاته للاسف اللي ايضا مرينا بها هاي السنه، شوف اكو حقيقه يصير تاثير كبير جدا. انت فتحت موضوع المستحقات على مود انا اختم هذا البارت بي. في كل سنه الفلاح يواجه موضوع المستحقات وعدم استرداده، خاصه بال 2000 وقع من عصابات داعش فاتت على عدد المحافظات ويتأخر مستحقات الفلاحين لسنوات. وعدت الحكومة السابقة والحالية بأنه سيكون هنالك فتح خطة تسويقية وخطة لاسترداد الأموال. ممكن أنه الفلاح يعني يعزف عن التسويق في حال تأخرت المستحقات، وراح يكون هو يسلم إيده يقول لك شو أسوي أنا لازم أسوي. إحنا عندنا تجربة اللي تحدثت عنها السابقة، خسرنا وصلنا إنتاجنا قبل أن تتأخر المستحقات إلى 3,500,000 طن من الحنطة. في بسبب عدم دفع المستحقات نزل الانتاج الى 1,500,000، يعني خسرنا 2,000,000 طن من الحنطة. بالسنوات اللي التزمت بها الحكومة السابقة بتسديد المستحقات ارتفع انتاجنا وصلنا الى 4,720,000 طن. الموسم الحالي كان من المؤمل انه نوصل 6,000,000، لكن صارت عندنا اصابات وصلنا ان شاء الله اقتربنا من 5,000,000 طن اللي هي عتبه الاكتفاء الذاتي. في حاله عدم تسديد الفلاحين مستحقاتهم راح ينزل هذا الرقم بشكل كبير جدا، ويعزف الفلاح عن زراعه ارضه لعدم ثقته بتسديد اماله من قبل الحكومه. انا بروح سؤال اجابتك بعد الفاصل استاذ حيدر. في السنوات السابقه وليس مدحا بالنظام السابق، كان يقال بانه الفلاح كان يستلم عدد من التجهيزات بما فيها الأسمدة، أتوقع جزء من الآليات اللي تساعده بالزراعة. ما بعد 2003 أصبح الفلاح هو من يتولى مهمة استيراد الأسمدة، رغم أنه الوزارة دائما تأكد إحنا نعطيهم المواد الأسمدة بسعر مدعوم يقابل أنه هجرة، يعني مفروض قلت عدد المساحات الزراعية، لكن الفلاح لا زال يعاني. وين المشكلة؟ المشكلة بعدم وجود خطة لتوزيع هذه، أو الدولة هي غير قادرة بتلبية مستلزمات الفلاح، خاصة في 2006 و2007 كان الدولة في قمة أموالها. وين المشكلة؟ بالفلاح ولا بالوزارة؟ إجابتك بعد الفاصل صالح حيدر. مستمر ياكم سادة المشاهدين، نشوفكم بعد الفاصل. مرة أخرى حياكم الله سادتي الأكارم. أستاذ حيدر ذكرت قبل الفاصل في السابق كان هناك دعم للفلاح بعدد من المواضع، من الأسمدة، الآليات. بالآونة الأخيرة رغم أنه قلة المساحات الزراعية بقى الفلاح هو يعاني من مشكلة عدم دعمه بهذه المواد، رغم تأكيدات وزارة الزراعة بأنه تعطي أسمدة بدعومة إلى آخره. طبعا حقيقة بعد 2003 مباشرة كانت الوزارة اتخذت خطة متخبطة جدا تحملت وزرها القطاع الزراعي لحد هذه اللحظة، اللي هي تنحي وزارة الزراعة عن مهمتها الخدمية وتوجهت إلى الخدمة الإرشادية البحثية حصرا. أعلنت أنها هي وزارة إرشادية بحثية لا تتدخل بخدمة الفلاح، هذا بما معناه أنه تركت الفلاح يذهب لاستحصال على مدخلات الزراعية من السوق السوداء. اعتمدوا بعدها اطلقوا المبادره الزراعيه لمساعده الفلاح بالاستحصال على المدخلات الزراعيه، طبعا هذه خساره كبيره تعرضنا لها باعتبار انه الدول الاقليميه الكل هي تقوم بدعم المدخلات وبالنتيجه تقل كلفه الانتاج.
عكس اللي صار عندنا اللي احنا ارتفعت كلفة الانتاج، ولحد الان هي مستمرة ارتفاع نسبة او كلفة الانتاج، بحيث الحنطة اليوم كدراسة معدة في اتحاد العام الجمعيات الفلاحية كلفة الطن الواحد من الحنطة تصل الى ما يقارب 400 الف دينار. يجهز الفلاح للدولة ب 560 الف، فبالنتيجة ما يحصل من دعم حقيقي هو يقارب 100-125 الف دينار. طبعا يعني ما راح يغطي مثلا. ما راح يغطي شنو كان يعني اعطيك اضرب لك امثله، وقلت لك احنا ما نريد نحكي على نحكي بشكل مهني انه كنا ناخذ البرميل الوقود يصل الى الفلاح الى الحقل في الزمن السابق ب 4000 دينار عراقي، اليوم يصل ب 140 الف دينار الى الحقل. وش قد يطول يعني قد يوصلها؟ طبعا هاي بمعاناه الفلاح. زين عندك ينعكس بشكل ثاني على الموضوع الاسمده، الاسمده كنا ناخذ الطن 52 الف دينار، اليوم الاسمده ب 380 الف دينار، يعني كل مدخلاتنا وتقيس هاي كلها على المدخلات ارتفعت. حاولت الحكومه بالسيطره على اعاده الدعم الجزئي للمدخلات، لكن للاسف الشديد اغلب الدعم راح لجيوب الفاسدين، يعني احنا اليوم نلقى صاحب او حاصده موجوده بالتجهيزات الزراعيه قيمتها 140-120 مليون دينار، تروح للسوق السوداء نفس الحاصده تلقاها ب 80 مليون دينار، بينما الدوله تعلن انه دعمها 70% لهذه الحاصده، اي بما معنى الدعم، واضافه على الدعم اكو سعر مرتفع عن السوق السوداء يتحملها الفلاح. انتوا كاتحاد جمعيات ما قدرتوا تساعدون بهذا الموضوع؟ مثلا انتوا عندك داتا اليوم للفلاحين وللاراضي المزروعه، وهذا الفلاح هاي ارضه وهذا المزارع هاي بستانه، قدرتوا خلال هاي الداتا انه تقدمها للوزاره ممكن انه على اساسها يتم مساعده الفلاح من خلال يعني التجهيزات الاسمده الى اخره؟ طبعا اعداد او الاحصائيات العامه موجوده ومتبادله تماما مع وزاره الزراعه والاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه، احصائيات بادق تفاصيل اللي موجوده في القطاع الزراعي ابتداء من نسبه الانتاج اليومي ووصولا الى باقي يعني الاحصاءات على عدد الثروه الحيوانيه وما شابه ذلك. احنا متبادلينها الافكار مع وزاره الزراعه. هنالك حقيقه يعني اليوم اذا تريد عندنا انتاج وطني 300 ألف طن من الأسمدة كمثال أخذ لك، هاي 300 ملزمة وزارة الزراعة شراها من وزارة الصناعة، وطبعا احنا نشجع جدا كاتحاد جمعيات فلاحية على أن يكون نشتري المنتج الوطني، معمل بترول كيماويات البصرة هذا إنتاج قيمته يعني بعد ما زال المعامل في المناطق الغربية غير فاعلة. هذا الموضوع احنا تعاوننا على انه نوصل للفلاح، لازم لكن احنا مرت علينا فتره زمنيه كلش طويله بها تراكمات، هاي تراكمات اللي اثرت بشكل مباشر على الموضوع، ولذلك احنا اليوم سمعنا تصريح لدوله رئيس الوزراء يقول احنا ندعم 4 أضعاف السعر العالمي. هو حقيقه يعني الدعم 100-150 الف دينار، السعر العالمي 300 دولار، احنا ناخذ من الدولة ب 560 الف، اي بما معنى فرق 100 الف او 100 دولار بالضبط. يعني يمكن توافقني او لا استاذ حيدر، يعني شوف الدول على الاقل دول الجوار المساحات اللي تدعم بها الفلاح والمزارع هي مساحات ممكن ان تكون متاحة الان بالعراق، مثلا مساحة دعمها بالكهرباء، مساحة دعمها بالقروض، مساحة دعمها بالله حماية المنتج هذا بحث اخر، مساحة دعمها ب يعني مثلا مثقفات، يعني هاي المساحات ممكن تنفيذها الان بالعراق، بس ما تشوفها اليوم هنا موجوده. راح احكي لك يعني بشكل رئيسي، يعني اكو مساحات للدعم الفلاح ممكن تنفيذها يعني حتى بظل هاي الظروف. يعني انت تحكي على دعم انه اليوم الفلاح ماكو اي جهه من حقر المصرف الزراعي اللي هو يدعي انه هو مسؤول عن القروض الزراعيه يعلن صراحه انه هو شركه خاصة تتعامل أو شركة ربحية إدارة ربحية يجب أن تعطي له المحل. هو القانون أسس على أنه على أنه المصرف الزراعي، طبعا هذا للقطاع الزراعي، وإذا في حالة أنه الفلاح حال من يقدم للمصرف الزراعي يأخذ قرض يأخذ بنسبة لا تقل عن 8% ولا تزيد على 12%، يعني هو حال التاجر بنسبة أرباع عالية جدا. وطبعا نفس المساحة اللي تحدث عنها هي معكوسة على الكهرباء، الكهرباء الفلاح ياخذها باعلى الوحدات، ياخذها اعلى من ما تعطى للمنازل ونفسها بالوقود. يعني المفروض احنا اليوم اذا نريد نوجه دعم حقيقي ونريد نقول للفلاح يا اما انت تقوم له بحمايه المنتج وتخلي السوق المحليه يديرها القطاع الخاص بشكل كامل، او ما ترجع تقول لا يا ابا احنا ندعم الفلاح وخليه ينافس، اما انت تخليني مدخلاتي عاليه عكس دول الجوار وتقول لي تعال ناخذ، خليتني محيره يعني دخلنا في اشكاليه. لدينا يعني امل كبير جدا من خلال فتح اسواق عالميه لتصدير بضائعنا
يعني احنا استاذ ايسر الطعم او الجوده، جوده المنتج العراقي بالطعم وبمواصفات اخرى افضل من كثير من البلدان، ويكون مرغوب بمحاصيل محدده. محاصيل محدده يعني مثلا احكي لك اليوم احنا من احنا اجازتين وزاره الزراعه منحت اجازتين لتصدير الباذنجان والرمان الى المانيا لولا جائحه كورونا. هذا تم تنفيذه؟ طبعا صدرت بها اجازات. احنا نفرح كفلاحين باعتبار انه اليوم فتح سوق لمنتجاتنا، بدات مثلا اعتقد هذا اول مره راح يبدي يصدر لاوروبا بعد 2003 طبعا. نعم لاوروبا عندنا اعلنا لما يقارب 800 الف طن من الشعير تصديرها للخارج، واعتقد انه تم الاتفاق عليها في زياره الوفد الى السعوديه على ان تصدر الى السعوديه، اضافه الى ان هنالك اليوم من الشركات الكبرى اللي موجوده في البلدان المجاوره على ان تستغل اراضينا الصحراويه لانتاج العلف الاخضر اللي ممكن من خلاله انه نصدر. لكن هذا كله اذا ما يكون هنالك حمايه منتج بالنتيجه ما راح نقدر نوصل للاستفاده. بس خلينا بخطوه المستورد اللي هو هذا، اتوقع هو هذا يعني خبر جيد ومفرح ظل هاي الهوسه كلها اللي تصير الفلاح. الدعم اليوم المستورد يحتاج انه تدخل حكومه به، يعني اليوم التاجر انا اليوم اريد اصدر الى دوله معينه احتاج دعم الحكومه بتسهيل الامور باعتبارها اول مبادره اليوم للفلاح اليوم يصدر منتج زراعي 100%. طبعا راح يواجهها طبعا بالقباري، راح يواجهها بالمنافذ. هو مجرد يعني احنا عندنا بعض المواد اللي معروفه، المواد العراقيه اللي مطلوبه بالدول المجاوره، من اهم هو العلف الاخضر. طبعا اكيد هنالك مساعده، وانا طالبت ان يكون انشاء صندوق لدعم الصادرات، يعني مثل ما موجود بتركيا اليوم، مثل ما موجود في ايران، مثل ما موجود في الكويت، هنالك صندوق لدعم الصادرات. اتمنى ان ينشا جزء منه للقطاع الزراعي. طبعا دعم الصادرات الزراعيه انا اتحدث عنه بشكل عام، لكن جزء اكيد يكون منها جزء القطاع الزراعي. هسه احنا ما نريد ندعمه ماديا مجرد انه نسهل عمليه تصديره الى الخارج. يعني اليوم انا احكي لك على شركه المراعي السعوديه اللي هي من اكبر شركات المنطقه، اليوم تقوم بزراعه العلف الاخضر في الارجنتين. تعرف مسافه نقل ايش قد بينما تقدر تزرع حباديه السماوه، ما حد يقدر يفرق كسعر يعني. وخصوصا استاذ انه عندنا هلال، الهلال العذب اللي هو يمتد من الانبار، المياه العذبه الارتوازيه اقصد عليها، يمتد من الانبار وصولا الى البصره. هذا هلال من المياه العذبه طرحوا عليها استثمار وزاره الموارد المائيه مليون دونم في الانبار، ومن من المتوقع خلال الفتره القريبه يطرح مليونين دونم في المثنى، باديه المثنى. هذا طبعا راح يعطينا مجال انه احنا ناخذ على عاتقنا تجهيز المنطقه بشكل كامل بالعلف الاخضر او بمخلفات الحنطه والشعير اللي اليوم مطلوب جدا بدول الجوار. يعني حفزت اروح لسؤال اخر اللي هو يتعلق بتوفير الوفرة المائية عند الفلاح. بالآونة الأخيرة كانت هناك مناشدات كبيرة خاصة بمناطق الجنوب أنه عدم وجود وفرة مائية، اضطر أنه الفلاح يهاجر إلى المدينة الآخرة. ما بعد ولسنوات طويلة حتى قبل 2003 ما شفنا هناك سد أنشي لدعم الفلاح، ما شفنا هناك قنوات مائية فتحت من أجل دعم الزراعة. يعني هذا ايضا هذا اعتقد مشكله كبيره جدا الفلاح يواجهها اليوم، هي الوفره المائيه لمحاصيله. يعني احنا يعني انا احكي لك انه اليوم احنا في مقبلين على شحه مياه كبيره جدا ومشكله راح نتعرض لها خلال السنوات القادمه بعد ان اعلنت تركيا ملء سد اليسو. وهذا السد من المؤمل انه في خطه تركيا ان تنشئ سد اخر بعده، اللي طبعا سد اليسو يبعد عن الحدود العراقيه 200 كيلو. سد الجزرة اللي هو بين السد أليسو وبين السد، طبعا هذا الأول سد أليسو لإنتاج الكهرباء، السد الثاني لإرواء 200 ألف دونم زراعية. هذا راح يسبب لنا مشكلة كبيرة جدا. اليوم مارداتنا من المياه شحيحة، يعني لا تتجاوز رصد في خلف سد أليسو ما يتجاوز 90 متر مكعب. إنتاجنا الوطني داخل الحدود العراقية هو 20 متر مكعب، احنا حاجتنا الفعلية على الأقل 300 متر مكعب بالثانية، بينما التصاريف السابقة كانت عندنا 700، وصلت لل 700 في حالة. هذا مطلوب شنو؟ احنا اليوم ندعو على انشاء سدود، سدودنا موجودة، يعني خزيننا المائي ما واصل للذروة. اليوم احنا مطلوب مثلا من وزارة الموارد المائية ان ترصد خلف
محافظة ميسان 70 متر مكعب لدفع السن الملحي اللي اتغلغل لمسافة 120 كيلو متر داخل الحدود العراقية، لازم يطلق 70 متر حتى يدفعه يوصل المياه العذبة. إذا ما دفع راح يوصل طبعا الأراضي الزراعية. وصلوا يعني احنا بالخصيب اللي هو من أبو الخصيب على اسمه، هو من أخصب الأراضي، اليوم تحول إلى أراضي ملحية وتحول إلى سكن، والموضوع تجاوزوه يعني أهله حتى نسوا أنه البساتين ما شاء والبساتين. فالدفع السن الملحي هذا مطلوب من وزير الموارد المائية والله يكون بعونه انه يوفر 70 متر مكعب خلف ميسان. طبعا هذا احنا نحكي على انه ما يقارب 60% من مزروعاتنا تكون على حوض دجلة والباقي على حوض الفرات. هذا اكيد يعني احنا مو بحاجة لانشاء خزانات، يعني احنا خزيننا المائي يعني حتى نوصل للذروة 150 مليار متر مكعب. زين احنا لحد هاي الساعة ما عندنا 51 مليار متر مكعب. فاليوم يعني التوفير الا يعني سبحان الله قدرة الله سبحانه وتعالى انه يكون السنة رطبة. اول عام يمكن كانت هناك مخاوف بين ماكو وفرة مائية كانت يعني كأمطار يمكن غطت هاي الوفرة. أستاذ أسر أنا هددت ورحت زيارة للسفارة التركية في كان موقعها السابق وهددت أنه أنا في اليوم اللي يلي زيارتي راح أقوم بغلق باب السفارة بمظاهرة من الفلاحين، وهيئت لي هذه الأجواء. مباشرة زارني السفير التركي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وأبلغنا بكلام سرنا في حينها واللي هو تأجيل الملئ وأيضا أنه اللي يحتاج الخزان في السنوات الرطبة، بالسنة الرطبة يحتاج سنة إلى 15 يوم ينملي يوصل ينتهي الخزن الميت، يبدأ بعد إنتاج الكهرباء، من يبدأ إنتاج الكهرباء يكون من خلال إطلاق حصتنا المائية. لكن للأسف الشديد يعني إحنا في ظل الأزمات اللي مر بها الاتحاد اللي مرت بها الحكومة فلتت من الأمور، يعني شوف اليوم بدأوا ملء الخزان وإحنا عرض الأشياء. أنا سؤال آخر أيضا قريب على موضوع يعني الوفرة المائية هو ما يتعلق بالاستثمار الزراعي، لكن أريد إجابتك بعد الفاصل صار حيدر. في كل العلاقة في دول القريبة من العراق هناك استثمار للزراعة، منها المشاريع يعني مشاريع التمور، مشاريع الدواجن، مشاريع شوف كل الاستثمارات بكل القطاعات، لكن توصل للزراعة شوف ماكو استثمار، لاكو دعم الحكومة بملف الاستثمار، ولا شفنا إن هناك يمكن أنا بنصحح لي ماكو شفنا إن هناك مناشدات أو مبادرات خلينا نسمي مبادرات زراعية باستثمار زراعي في العراق بتكنولوجيا حديثة أو بتخطيط منتجات مختلفة. جابتك بعد الفاصل صار حيدر، مستمر وياكم ونشوفكم بعد الفاصل سادة المشاهدين. مرة أخرى حياكم الله سادتي الأكرام. صار حيدر، الاستثمار الزراعي الآن موجود يعني على لائحة حتى يعني حتى على لائحة رجال الأعمال، لكن كل الاستثمارات نشوفها اليوم تتقدم بشكل سريع جدا رغم المشاكل الروتين إلى آخره، لكن ماكو ما شفنا أكو استثمار زراعي في العراق بشكل يلاحظ على مستوى المواطن. يعني إحنا نقدر نأخذ الاستثمار إلى شقين في القطاع الزراعي. الشق الأول هو الثروة الحيوانية، وهذا القطاع به نسبة من الإنجاز لكن ما تلبي الطموح من خلال اكتفاءنا الذاتي من توفير بيض المائدة وأيضا لحوم المائدة بالنسبة للدجاج أو الدجاج المائدة. أما ما يتعلق بالإنتاج النباتي حقيقة يعني الإنتاج النباتي احنا نقف مع بالضد من هذه الفكرة أنه نستثمر اليوم أراضي زراعية بالنتيجة ممكن أن يكون المستثمر المحلي يقدر يقوم بهذه العملية، اي بما معنى اليوم انت عندك مساحات مع انه تعطى المساحات اللي تم اعلان عنها مؤخرا اللي هي الاراضي الصحراويه للمستثمرين الاجانب، قد يكون هذا ما يسبب لنا مشاكل، لكن الدخول بالانتاج النباتي داخل العشيره الواحده والنكشه العشائريه راح يدخل باشكالات، واضف على ذلك انه قد يكون تقاطعات تصير به. اليوم الانتاج احنا بحاجه الى الاستثمار بالصناعات التحويليه اللي هي تنشط الواقع الزراعي، يعني احنا نتمنى اليوم ان تنشأ معامل استثمارية للمعجون، معامل استثمارية للزيت، معامل استثمارية لتعليب الفواكه والخضر، معامل لتبريد يعني احنا تعرف اليوم من اهم انتاجنا بعتبر هوية وطنية اللي هو التمور. التمور في الذروة يصير كيلو 250 دينار هسه بداية، احنا طبعا نتحدث احنا بداية انتاج التمور ونسبة اسعاره مرتفعة، لكن بالذروة يوصل الى 250 دينار. بالشحة نرى انه منتجات سعودية ايرانية اماراتية تدخل، المفروض هنالك برادات
تنشأ بداخل العراق تجمع هذا المحصول. هاي من يبادر بها؟ هذا طبعا هو المفروض المستثمر، المفروض المستثمر مع طرح تسهيلات للمستثمر. وانا من النوع اللي اشجع جدا الاستثمار بهذا المجال اللي هو صناعات التحويليه. حقيقه عندنا يعني نموذجين للصناعات التحويليه اللي هو معامل البستان في دياله ومعامل تعليب كربلاء، ذني يعني معاملين كبيرين. طبعا معامل تعليب كربلاء المستثمر الجديد بعد ما باشر ان شاء الله اتمنى له التوفيق يباشر بها، ومعامل البستان ايضا تعرضت لمؤامره المنتج المحلي اللي انه اليوم تعرف انا كان في زياره اللي هو يعني مسؤول هذه المعامل يشكي لي انه ايش قد ما يضغط السعر ينزل السعر يلقى سعر منتج مستورد اقل من عنده يضطر. يعني احنا خلي مثال انه المعجون الطماطه حاول يقول ضغط العلبه نسويها ب 1000 دينار توصل للمستهلك، يقول تفاجئت لقيتها ب 750 دينار منتج احد الدول نازل بالسوق ثاني يوم، فبالنتيجه ايضا تعرض الى خساره خصوصا لو ماخذ قرض زراعي كبير جدا. ايضا لازم يدخل به حمايه المنتج. طبعا اؤمن جدا برجل المستثمر اللي اخذ معامل تعليب كربلاء باعتباره مستثمر حقيقي وناجح وافكاره ناجحه. اتمنى ان يعني خلينا نقول اليوم المشكله تتعلق مو فقط بعد المستثمر، تتعلق عند الروتين اللي دائما يواجه كل الاستثمارات الاخرى بما فيها الاستثمار الزراعي. يعني مشكله هي مشتركه اليوم عند الحكومه وعند الروتين، واللي نفتر نرجع مره ثانيه على القروض اللي ممكن هي تنشط مستوى زراعي. لكن بعض القروض بما فيها مصرف الزراعي بما فيها يقول لك انا اقدر اعطي قروض لكن اثبت لي بانه هذا هو مشروع حقيقي. الاثبات المشروع يثبت، يعني انت اليوم احنا طالبنا ان يكون الضمان بضمانه المشروع والمعدات. يعني ممكن الفلاح او المستثمر يقدم ضمانات بربع المبلغ المطلوب مهما كان هذا المبلغ على ان يتم تشييد ربع المشروع. في حالة تم إنهاء ربع المشروع تنفيذا ممكن هذا الربع يضمن الربع الثاني، أي بما معنى يعطى ربع المبلغ المتبقي أو من المتبقي على أن يصل بالنتيجة إلى النصف يعطونه النصف الآخر، فالمشروع هو يضمن نفسه. هاي لحد الآن هذا ما مفعل القانون. يعني تعرف اليوم أقل معمل ممكن ينشأ هو بمليارات الدنانير أو الدولارات. الفلاح هو إيش قد هو يعني، وحتى المستثمر إذا ما يشوف قدامه ضمانات بما فيها حماية المنتج ما راح يتورط. هذا الجانب. يعني ما راح يتورط بمليارات أنتج أني معمل ومصنع وبالتالي أنا أشوف المستورد يدخل والكلفة ما تقل منه. وأضف إلى ذلك أنه اليوم قد يكون حتى بالوضع الأمني يتخوفون من هذا الموضوع، أنه يجيب لك أنه أنا أتعهد بأن أجلب. تعرف أنه الأخوة الاقتصاديين يقولون الرأس المال جبان، فبالنتيجة ما عنده استعداد أنه يجيب أموال طائلة يذبها قد يكون شيء ما مضمون أمنية. فأتمنى أنه الحكومة تسهل عملية إعطاء الإجازات الاستثمارية وأيضا ضمان لحقوق المستثمر، وبالنتيجه حتى نطور واقع. خلي شوي بالاستثمار لكن نروح للثروه الحيوانيه. هم اكو جانب للثروه الحيوانيه مثل ثروه الاسماك، تربيه الدواجن، حوض الاسماك اللي شهدنا قبل سنتين اعتقد انه كانت اباده كبيره لمجمعات اسماك، ايضا هذا القطاع مستهدف بشكل كبير بتدميره بما فيها الثروه الحيوانيه يعني خلينا نقول الثروة السمكية بشكل أساس. نعم. يعني الحالة اللي صارت اللي ذكرنا اللي هي تعفن الغلاسم. تعفن الغلاسم خسرنا بها ملايين الأسماك في فترة وخصوصا في محافظة بابل. طبعا هي لا زالت يعني غريب قد تسمع سادة يسار إنه الفلاح هو من اتبع الأساليب للحماية من الفيروس، الفيروس سنويا نفسه قاعد ينعادي يتكرر. لكن لحد البارحة كنا في اتصال مع الأخوة المربين على أنهم وصلوا إلى مرحلة بيع الأسماك، أي حسبة وأعمار أسماكهم تباع قبل معرفة تاريخ قدوم الفيروس اللي هو شهر العاشر. فعليهم لازم يضغطون بيعهم يبيعها قبل الفيروس. بدأوا يحمون أنفسهم بهذه الآلية. طبعا المفروض هي وزارة الزراعة تتبنى هاي القصة بشكل أساسي. لكن هو حقيقة إجا هذا ضمن سلسلة للثروة الحيوانية، لدمار الثروة الحيوانية. تعفن الغلاسم المتعارف على الأسماك هي قليلة أو بطيئة نقل العدوى باعتبارها تعيش بالماء، وبالنتيجة هي العدوى تنقل بشكل بطيء جدا.
بعد ما صارت عندنا صار عندنا انتشار واسع ونقل الوباء بشكل واسع وتخوفنا وصارت اصابه في بغداد وتحولت الى بابل اللي صارت فيها الكارثه، بعتها للديوانيه وبعتها صارت باكثر محافظات تم السيطره على هذا الفيروس. طبعا لحد الان ما عوضوا، المفروض تعوضهم الدوله. هو نسى الموضوع هذا نسى تماما يعني، حتى بالتحقيقات اغلق لانه ما لقوا فد. لا احنا كان قلت لك زارنا وفد من عندهم وطلبت انه يكون، ولقيت انه الاوراق ضمن اجراءات وزاره الزراعه لتحويلها للامانه العامه لمجلس الوزراء حتى يعوضونهم، بس اعتقد هذا الموضوع شائك وبالنتيجه راح يتعبون، لان انا عندي تجارب مع السيول ومع غيره لحد الان ما راح يعوضهم. اي ما راح يعوضهم. فبالنتيجه هذا ايضا من قلت لك من سلسله اجى قبلها كانت عندنا فلاونزا الطيور. يابا يا اخو المستوردين اللي تريد تستوردون خلاف للقانون لا تستوردون دجاج حي يا اخوان، اكو سلالات مرضيه موجوده في دول المجاوره ما تقدر انه ما نقدر نقاومها، ولقاحاتنا ما توفي بيها يعني ما توفر اللقاح بالاساس اساسا هذا اذا توفر عندنا سلالات معروفه، يعني مثلا احكي لك على سلاله مثل الحمى القلعيه بالابقار والجاموس غيرها من السلالات هاي معروفه عندنا خارطه لها وعندنا لقاحات ووزاره الزراعه قامت باجبه باتجاه هذا الموضوع، لكن تجيب لي مرض جديد صارت عندنا اصابه بفلاونزا الطيور قبل الاسماء واللي يسجل بالاونه الاخيره يمكن سجلت عدد من المحافظات مساحات كبيره من الحراق للمحاصيل واللي تبدا دائما بوقت الذروه، هاي صدفه ولا بفعل فاعل؟ لا ابدا مو صدفه، باعتبار انه اليوم حدثت عندنا في الوسط والجنوب بعض الحالات اللي هي نعتبرها اتت وبشكل حقيقي من اثر تماس كهربائي او من عوادم الحاصدات او بعضها جزء يسير من عتب بسبب الخلاف العشائري. اليوم مراقبتنا لمواقع او خريطه الحرق دائما تمتد دياله صلاح الدين كركوك الموسم، اي بما معنى هذا الهلال اللي محاط هو مناطق اساسا بها وجود لداعش حواضن لداعش وكان هنالك حالات تراب العين المجرد انه يقومون عصابات داعش باطلاق النار الطلقات الحارقه على المزروعات وايضا ابتكار اليات او عمليات للحرق جديده جدا غريبه على الفلاح اللي هي من خلال انه الفلاح يقعد الصبح يلقى عدسه مكبره مربوطه على عصا داخل الحقل الزراعي اللي هو اساسا ناشف واصل للذروه، وتعرف هذا الحنطه من ينشف يكون مثل بارود يعني سريع الاشتعال حتى تضرب الشمس على العدسه المكبره وبالنتيجه يحرق محصوله. يعني اعتقد هاي افكار بعيده حتى عن ذهن الفلاح انه شلون يحاربها شلون يقدر يحاربها. فلذلك هي ابدا ما كانت مصادفه، خسارتنا كانت لهذا العام اقل من العام الماضي بقليل تقدر بما يقارب تجاوزت العشرة مليار بالنسبه للاغراض. اكو دعوات للتعويض لهؤلاء؟ لا هو كل التعويض احنا نقوم بواجبنا مع وزاره الزراعه لاعداد لجان كشف ونرفع هذا الكشف الى وزاره الزراعه، وزاره الزراعه ترفع للامانه العامه لمجلس الوزراء من اجل احاله وزاره الماليه. طبعا قسم من يتحمل وزاره الموارد الماليه بسبب السيول ما سيول، لكن للاسف الشديد لحد هذا اليوم لم يعوض اي فلاح. عم تظل تفتر. صحيح انا صراحه عندي كثير من الاسئله لكن ضيق الوقت يسمح لي نختم وياك. شكرا لصراحتك، شكرا للمعلومات القيمه اللي رفدت فينا، ان شاء الله نتواصل بحلقات اخرى ونشوف المنتج العراقي بدا الان بالاستيراد مثل هذا الخبر اللي فرحتنا به اليوم استيراد تصدير المنتج العراقي. شكرا لك استاذ حيدر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحيه في العراق. شكرا لك استاذ حيدر. شكر موصولكم سادتي المشاهدين، حتى نلتقيكم بحلقات اخرى، الى ذلك الوقت في امان الله.